وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري شدد عدد من النواب على ضرورة الاهتمام بالأئمة ماليا واجتماعيا وتأهيلهم، مشيرين إلى أهمية تأثير الخطاب الديني على البعد الأخلاقي للمجتمع. أنا عندي الإمام والخطيب النهاردة يعتبر وجهة دينية لينا، قدوة لأولادنا، فلازم الاهتمام به ماليا اجتماعيا أأهله. احنا في فترة من الفترات كنا بنعاني من التطرف الموجود نتيجة بعض الأفكار الهدامة اللي موجودة، والحمد لله بفضل جهود الدولة المصرية وبفضل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم القضاء على التطرف الموجود، فمش عايزين نسمح ان هو يرجع لنا تاني. يدور النقاش حوالين العديد من الموضوعات التي تخص وزارة الأوقاف، منها فكرة الدعوة، فرش المساجد، صيانة المساجد، إعمار المساجد، إنشاء مساجد جديدة، الدعاء اللي بمرتبات واللي بالمكافأة، ومؤهلات العلمية المؤهلة للدعاء، وحتى الأذان، حتى فكرة تأثير الخطاب الديني على البعد الأخلاقي للمجتمع المصري وأثره على فكرة الجريمة وبعض المظاهر الإجرامية التي بدأت تنتشر أو تظهر في المجتمع المصري، وأثر غياب البعد الديني في استشراء أو ظهور هذه